شاب يريد ان يتزوج من فتاة. هذا الشاب بسم الله الرحمن الرحيم. بعض يصف السائل عن شاب يريد ان يتزوج من فتاة وللفتاة اخ يكبرها في سنته، وام الفتاة ارضعت هذا الشاب رضعة واحدة في يوم واحد مع ابنها الذي يكبر الفتاة. افتونا، هل يصح الزواج بينهما؟ رضعة واحدة لا تحل. النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل ولا خمس رضعات، لا بد من خمس رضعات في الحولين. اذا كان رضعة قلم ذلك مضبوط فلا يحصل بالتحليل. نعم.